صباح الخير وصباح الورد صباح النور الأحلى وأغلى متتبعات صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو إن شاء الله يا ربي، نبداو كيف العادة بالصلاة والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قولي يا البنات بعدا كي دايرة صحيحتكم وليداتكم؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع هاد الصودات يا اختي؟ واخا كنقولوا اللي جات وقتها ما تلام، تبارك الله هاد اليومين كاينه الحراره والله الا عفتو، جات ما جاتش هكا بالتدريج، جات دقه واحده، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم ان شاء الله اليوم البنات صبحت عليكم بالغريسات بالوريضات، كنسقيهم كف الصباح بكري كي تكون مني مفيقه بكري، واخا اليوم السبت الويكاند فقت بكري ما صبحتش نعسه. شاركت معكم الروتين نهار بنهارو، اما كنسقيو مع البنات في الصباح بكري الغريسات اولا في الليل، ما نسقيوهمش هكا في الشمس مطنطنا في وسط النهار، من الاحسن حتى الا نسيتو معاد كان في وسط النهار، ولكن من الاحسن تسقيوهم في الصباح بكري اولا في الليل. وكاين الغريسات ديال الظل دائما فاش تبغيو تشريو، كنقولها لكم الغريسات ديال الظل اللي كيعيشوا في الظل ما كيقدروش على الشمس، وكاين العكس كاين اللي كتصبر للشمس، النبته كتكون كتصبر للشمس. المهم هنايا من بعد ما سقيتهم هما الاولى غادي نمشي نفطر باش غادي نشارك معكم ان شاء الله. بعدا غادي نخرج دايره مع صحباتي خارجين، غادي اليوم ان شاء الله للبحر مع هاد الحراره وهاد الصودات، اتفقنا اليوم السبت ما قارينش الدراري، غادي نمشيو للبحر نديهم يتبحروا ونتبردوا حتى حنا ونفوجوا. وصراحه دوزنا نهار زوين بزاف، خليكم معايا من الاول الفيديو حتى الاخر، وما تنساونيش واحد اللايك وتعليق زوين بحالكم. وقبل غادي نشارك معكم واحد الخبز ديال الساندويتش اللي راكم عارفين دابا الصيف تبارك الله ما غادي يجي غير الخرجات البحر الطبيعه، كلشي كنبغيو نخرجوا، وديك شري من برا كتقام شويه غالي، كنبغيو نديو الماكله ديال الدار اقتصاديه وكتعرفي راسك شنو دايره. المهم نشارك معكم واحد الساندويتشات كيجيو زوينين بزاف، ممكن تحتفظوا بهم حتى في الفريغو دوك الخبز ديالهم داك الباكيت ديالهم. نبداو بعدا بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. انا غادي نخدم هنا بالعجانه، درت 3 ديال الكيسان ديال الفرص الرطب الخاص بالحلوى العبار بالكاس ديال العنبه، وكاس واحد ديال الفينو، ممكن تضبلو القوام. زدت هنايا شويه ديال الملحه ومعلقه ديال الخميره الفوريه ومعلقه ديال العسل بلاص السنيده، درت العسل اولا ممكن ديروا سنيده. وزدت واحد الاضافه هنا هي نيدو، جوج معالق كبار ديال نيدو، غنعاود معكم البنات ثلاثه الكيسان ديال الطحين الفرص الرطب الخاص بالحلوى، وكاس واحد ديال الفينو الطحين ديال الفينو، معلقه الملح المهم شويه الملح على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه ديال سنيده اولا معلقه ديال العسل اللي بغيتو. واحد الاضافه كتخلي هذا الخبز اولا باكيت الساندويتش كيجي زوين اللي هو نيدو الحليب المجفف، هو الا عندكم ديروه ما عندكمش ماشي مشكل، ولا ملي كتضيفوه كيجي هذا الخبز زوين بزاف. صافي، وكنجمع بالماء دافي غير ماشي سخون، راه الا عندكم الماء دافي في الروبين يخدموا غير به. صافي، وضروري العجينه البنات ما كتدلك مزيان تدلكوها كلها، ما عجنتوش بالعجانه، عجنتوها بيديكم عطيوها شويه دلك، كتبغي تكون شويه خفيفه باش كيجينا هاد الباكيطات كيجيونا زويونين بحال ديال برا. صافي، هنايا غطيتها خليتها تخمر، دابا راه سخون الحال، ها دغيا تبارك الله كتخمر. صافي، هانتوما من بعد ما كيضعف الحجم ديالها هاني راه لقيتها باش كانت كتخمر البنات، مشيت درت واحد الدوره خفيفه هكا على الدار جمعتها وجيت دغيا ماشي راكم عارفين غير الهزور كدا هادي صايبه هادي دغيا خفي جميعه خفيفه ظريفه على الدار. صافي، هنايا انا بغيتهم باكيطات صغار، غادي نشكلهم كرات صغار، بغيتوهم باكيط كبير يتجي باكيطه كبيره حتى كتعمرهم عاد كتقسموهم ممكن، اولا بغيتوهم متوسطين كيبقى لكم الاختيار. انا البنات بغيتهم هكا باكيطات على قد اليد صغيورين. صافي، ضروري ما كنستعمل هنايا الطحين، كنرش بالطحين كسطح العمل، وكنبقى نرش كالعجينه حيت كتكون كي قلت لكم كتلصق، نستعنوا بالطحين باش ما تعذبناش. وهنايا كنطلقها هكا شويه بيدي، كناخذ واحد الكره وكنطلقها بيدي مباشره من بعد ما كورتهم، كندوز كنسرحهم غير شويه بدلك ماشي قيوقين، انتما غير هكا بدلك واحد شويه باش كيجيوني ساهلين، بحال كنحاول نقاد على شكل بيضاوي، المهم كيف ما درتو لها ماشي مشكل. وغادي نطويها بهذا الشكل هذا، هانتوما كنبقى نروليها
ما كان صغير ما والو، راه يدي مرخوفه وديك شي على جوج ولا على ثلاثه د المرات تقريبا، كانوا لي على ثلاثه د المرات. والمره التاليه نتوما كنقرص بيدي بحال هكا باش ما كتحلش العجينه، ديك الطويه التاليه صافي، وكنتبتها هكا بالصبعان، وكنحاول دوك القنيتات كنقنتهم بحال هكا بصبعاني باش كيجيو المهم هكا على شكل باكيطه صافي. وغادي نديرهم في الورق، في اللاطه ديال الفران اللي فرشت فيها الورق ديال الطبق. غنعاود معاكم واحده اخرى، كناخد واحد الكره ديال العجينه، كنرش شويه الطحين وكنسرحها بالمدلك غير شويه، ماشي بزاف، انتم ما كتشوفوا راه كنخليها غليظه مش رقيقه كاع، وكنطويها هكا بيدي باش كتجي مفشفشه من الداخل، كتجي بحال هكا نتوما طويع عشوائيه ما كان صغير ما والو، يدي مرخوفه. وهالطويه التاليه كنقرصها هكا مزيان بصبعاني باش ما كتحلش، قرصوها مزيان صافي، وكنعاود نثبتها ونقلبها. وهاد القناه هادو كنتكي عليهم حتى هما وصافي. غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه. هنا نتوما كتشوفوا عطاتني 9 الحبه، قلت لكم بغيتو تضعفوا الطحين كتضعفوه صافي. غادي نغطيهم حتى يخمروا البنات، ضروري ما تخليوهم يخمروا، عاد من بعد غادي نرجع ليهم ونكملهم معاكم. هنايا بعد ما خمروا دوك الميني باغيت، خديت واحد الكاس فيه واحد شويه ديال الماء ولا زليفه، فيه شويه ديال الماء، درت فيه واحد المعلقه ديال السنيده، وغادي ناخذ هاد الشيته هادي وندهن هاد الخبيزات والباكيطات من الفوق ديك سنيده باش كيعطي ديك التحميره، والقرمشه حتى داك الماء كيعطي القرمشه. وفي نفس الوقت الا رشيتوه بجنجلان ولا بالشوفان ولا بالبافو ولا باي حاجه بغيتو تزينو هاد السميده ولا اي حاجه بغيتو تزينو هاد الباكيطات ديالكم، كيشد فيها الماء باش كيشد، وفي نفس الوقت كيعطي تقرمشه مع ديك سنيده والوين. انا هنا بالنسبه للتزيين درت هاد الزنجلان الابيض ودرت البافو، كي قلت لكم ديروا الشوفان، ديروا زنجلان عادي، ديروا اللي بغيتوا البنات، السميده حتى بالسميده كيجي زوين صافي. هنا خديت هاد الزوزوار هذا، طبيعي الحال كيكون جديد كيكون ماضي، اولا شي موس يكون عندكم ماضي مزيان، وكتديروه كاع الشريطات هادو كتزوقوا كيف ما بغيتوا بحال هكا ولا على شكل سبوله ولا كيف ما درتوا ليهم صافي. انتما كتشوفوا البنات غادي ندخلها للفران، كتشوفوا الفران راني كنت مسخنه من قبل، كنشعل عليه الفوق والتحت حتى كيسخن، ملي كيسخن كنرجعو على درجه حراره 180 وكنشعل غير التحت حتى كيطيبو دوك الباكيطات من التحت، كيتحمروا من التحت، عاد كنطلعهم للفوق ونشعل عليهم الفوق ونخشي اللاطه الاخرى باش كيطيبو هكا من جهات بجوج. كي قلت لكم الفران ضروري يكون سخون، ولكن ملي تدخلوا اللاطه ديك الساعه البنات نقصوا ردوا على درجه 180 حتى 200 صافي، وطيبوا لتحت عاد شعلوا عليهم الفوق كيطيبوا ويتحمروا صافي. هنايا دزت قليت الفريت، المهم شويه ديال الفريت راكم عارفين سندويتشات ضروري، والخرجات ما خصنا الفريت. المهم الوقيته اللي كان كيطيب فيها هاد الميني باكيت راني كنقضيها عاوتاني حاجه اخرى، كنمشط حيت عليا الفريت. ها هما دو من بعد ما خرجتهم من الفران، كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي زويون بزاف صافي. دابا غادي نعمرهم بالحشوه البنات، الحشوه كديروا اللي بغيتوا، وهاد الكميه دي ماش نستعملها كامله حيت غدا غير انا كوليداتي ايد اصلا غير كيتفتف ما كياكلش صافي، والباقي غادي نديرو في الفريغو. بالنسبه للعماره زعما ديال هاد الساندويتش انا غادي نديرو بالطون، عندي هنايا الفريت بعدا وريت لكم، والطون الكاشر حكيتو، الخس قطعته، والزيتون حتى هو مقطع، عندي هاد الصوص الجيريان كتعجبني فيها شويه ديال المذاق حار وبنينه، وعندي هاد الفرماج الخاص بالساندويتش. هادشي باش غادي نعمر البنات هاد ساندويتشات. ما بغيت ما درتش مطيشه حيت مطيشه كتطلق الماء، مطيشه خصك ديريها هذيك الساعه تكوني جالسه غادي تاكلي، راكم عارفين يلاه غادي نمشيو الطريق نوصلو نجلسو، ماشي غادي نوصلو غادي ناكلو، مطيشه كتطلق الماء واخا تحيدي الزريعه، واخا كيجي هاد الساندويتش ميه ما كيبقاش هكا، المهم ما كيعجبنيش الصراحه مطيشه ومشي بلاصه بعيده. الا كنتي تال تما عاد غادي تعمري دي معاك داكشي مقطع ومريقل تال تما وعمري وديك الساعه كل، اما الا هذا غادي تفزك داك الخبز وصافي. المهم البنات البصله حتى هي ما درتهاش، الياس كيبقى يحيد البصله كيبقى يعزل كيحيد صافي، ما درتهاش مره. وهادشي اللي درت نتوما كيبقى لكم صوصيط الكفته اللي بغيتو، اللي بغيتو الدجاج باش ما بغيتوش تعمروا لهم كيبقى لكم الاختيار، ديروا كاع غير بيض الكاشير كيبقى لكم الاختيار.
واخا الصراحه الماكله هكا على برا يا في الطبيعه يا في البحر، سبحان الله كيجي واحد الجوع يا كلب الناس، ماشي غير انا كيجي واحد الجوع. اي حاجه تقدري، اي حاجه تبقاي تبع كيكه في دارك، لا ما ناكلش لا ما كناكلش، وفي على برا تكوني دايره شي خريجه كتجي سبحان الله بنينه. المهم غادي نعاود معاكم هنايا واحد حيت قبيله كنت كنهضر، نعاود معاكم واحد الكاميرا صافي كنحلها نتوما، نوريكم من الداخل كيفاش كتجي. كتجي مجعبه البنات، ما كتجيش نهائيا معجنه ولا مدقصه بدوك الطويات، راه كيجي زوين. صافي اول حاجه كندهنها بهاد الصوص الجيريان، اولا دهنوها باش ما بغيتو، بجبن بفرماج باللي بغيتو، وكندير شويه ديال الخس قطعته باش ما يبقاش يجي هكا كبير، وكندير فوق من الخس شويه ديال الطون، وكندير الكاشير كتشوفوا كلشي حكيتو هكا باش كيجي صغير على قد اليد، وكيجي الساندويتش كان مزيان. ودرت شويه عاوتاني ديال الزيتون مقطع، والفريت الفريت ما درتش بزاف حيت غادي نديه بوحدو، زعما غادي نحطو بوحدو. ودرت دوك القطع ديال الفرماج ديال الساندويتش، وهما الساندويتشات واجدين صراحه، كيجيو فنين وكيجيو بنانين، وكيقول لكم غير جربوهم. وكطيح بعد هاد الحشوه هادي كطيح اقتصاديه. هكا شاركتها معكم كفكره البنات اللي كبغاو كساندويتشات، ومازال ان شاء الله نشارك معكم بزاف ديال الحاجات. راه من بعد ما خرجنا هاد الخريجه والله ما سخينه يا البنات، واتفقنا ان شاء الله عاوتاني مره اخرى حتى لشي ويكاند عاوتاني، ونمشيو عاوتاني لشي بلايصه اخرى ان شاء الله. مازال ما عرفتي، ولكن اي حاجه درتها اكيد غادي نشاركها معكم. صافي هنايا راه بديت كنوجد كل شيء باش نخرج على خاطري نخرج مرتاحه. راكم عارفين ملي كيكون الدراري خصك تبدل لهم، خصك تزين لهم حوايجهم اللي غيديو كيف الزقو هادي هادي، مهم شحال من حاجه ناقصه. جمعت كل شيء في بطاطا، ديك البطاطا درتها في داك الكاغيط هذاك كانت فيه كان فيه بتي بان باش فطرنا. صافي ديت هنايا الماء، ديت المناضه، ديت للدراري العصير دانون، شيبس، كيكات. راكم عارفين في البحر كيكون شويه الثمن زايد، حاجه تاخديها من الحانوت هنا غير بدرهم ولا بجوج دراهم، تما غادي تاخديها بالثمن كيزيد عليك النص بالنص ولا اكثر. صافي كاع داك التخربيق اللي غادي نقبوه تمايا باش مابقاوش مبرطين، بغيت هادي بغيت هادي خديتو ليهم. درت لهم الكيسان في بلاستيك، انا البحر كيعجبني نديرو البلاستيك، كان الوليدات وداكشي اللي غادي يحتاجوا واحد شويه ديال السويله، واحد نص ديال السويله صراحه حلوه وبارده. ايوا هادشي هي داك الشيء خلي صافي خلي نديها معايا. قطعتها باش ما نكثروش الازبال تمايا، قطعتها هنايا في البواطه، وغادي نمشي كي قلت لكم عاوتاني نوجد الدراري نريقل لهم المسائل ديالهم، وباش غادي نمشي وانتم اختي هنايا غاديين فرحانين خارجين كيجري غير شافوا الباب تحل الياس البارح بعداك حيت كنت ما غاديش نمشي، كنت البارح شويه عيانه راسي كيحرقني والله الا بدا كيبكي، قالك لا ماما وانا بغيت نمشي وصحابي غاديين. والله الا بعد الصباح الحمد لله فطرت وشربت الدواء وقدت راسي وقلت لكم فايقه بكري، وتوكلنا على الله وخرجنا داين غنتلاقاو في بلاصه واحده باش غادي نمشيو مجموعين صحباتي وجيراني اللي دائما فوق ما كنخرج هكا شي خريجه كنخرج معاهم، كل واحده العائله ديالها بعيده. تلاقينا الحمد لله صحبه زوينه، وكل مره كنشارك معكم فين ما كنمشي كنشارك معكم، وما كنبغيش نفلت بحال هاد الفرص. وحتى نتوما البنات كنبغي نقول لكم فوجوا على راسكم شويه، راه الحياه قصيره بزاف، خصنا نستغلوا اي وقت فيها. نساو شويه المشاغل ديال الحياه، الضغوطات، الروتينات، راه داكشي اللي كنديروه اليوم كنديروه غدا. لا تكشف وصابه باش تخرجي تفوجي تحكي تنشطي، ما تقوليش لا تابعني العجينه هاد النهار، لا تابعني التصبين، لا تابعني التخمير، راه الشقا والله واخا تبقاي حياتك كامله وانت كتشقاي راه العمر يتسالى والشقا ما يتسالاش. سمحي فيه ماشي مشكل، ما غيبقى حتى شي حاجه، اعطي شويه ديال الوقت لراسك، فوجي ضحكي نشطي خرجي كاع داكشي اللي عندك لداخل، ومولها ربي. يلا اياد اجي شوفوا الدراري هنا فين كيعوموا وليداتنا، عرفتوا زوين هاد البحر، انا الصراحه اول مره نجي ليه. نشوفوا زيد زيد الماء زيد خاف هالما 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 يا برد برد برد، لا والله ما برد دافي كتعوموا سخون هاي لا سخون هاد الماء، نشوف هذا شو هذا سخون لا كاين غير تبرتشين لعب 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 لعب
تمشيو شلاه. شويه زيدي زيدي خفتي عندك اياد زيدي زيدي تلاحي لابسه الفضل بحر ما كتعوميش تلاحي 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 بحالهم شوش اياد عوم عوم برافو برافو اياد نوض 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 ما تخافش عوم عوم يا خرج اختي ولدي عوام خليها اياد صح خليها خاف خاف ما ترشوش كي حال هاي 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 يلا يلا المهم البنات انتم كي شفتوا حنا ديما النشاط فين ما مشينا نشطات ولكن ماشي كنركزوا راه غير كن ضحكين ناشطين جالسين في بلايصنا ضحكين ناشطين وصافي. وهاد البحر البنات سميتو بحر جوهره صراحه ما عملناش حنا كبر مره اخرى ان شاء الله نمشيو للاميره ولا ونعوموا حيت هذا داير بحال لابيسين والله الا غير الدراري الصغار كيعوموا فيه وراكم شفتوا فين وصل ليهم ما وصلش زعما بزاف ولا وخاوي عرفتي هذا فيه هكا العائلات قلالين زعما كتقصي براحتك ولاد كلشي باين حداك. المهم هما من بعد معايا ومن الصبحه دازو كيلعبوا باش غادي ندوزو نتغداو صافي هاد الوقيته راه جانا جا خصنا نتغداو شوفوا شنو جايبه هادي واش داكشي بابا معقوله لكن بعد ما كتشبع الكرش كتقول الراس غني حنا غنينا قبل ما تشبع الكرش بعد الغداء هي بغا يلعب كره نتوما شوفوا كيبقى مصبط ايوا لعبت مع واحد الطريح ديال الكره يلا دريع يلا لوح الكرة لوح زيد 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 يا لوح لوح برافو يا